ilaati nabi mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thumma ila ahli abaihi wa ikhwani min anbiya musa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wa ila kulli washabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi' tabi'in lahum bihusni ila yaumiddin thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa ummatina wa khalaqatina wa minna wa mashayikhina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina min ruhil marhum nasri bin fazil والمرحومة فضلنا بنت فضل شكر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد يوفينا ويكافي منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم المرحوم نصر بالفضل ومرحوما وفضلنا بالفضل اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزولهما ووسع مدخلهما ووسع وفوقهما بماء وسجن والبرد ونقهما من الخطايا كما يكسب الأبيض من الدنس وأدرهما دارا من خير وأبدى الهقوى وأدرهما دارا خيرا من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما وزوجة خيرا من زوجتهما وأدخلهما الجنة وأعذهما من عذاب القبر ومن فتنة ومن عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا دعوانا وصلاتنا وقبل سجودنا وتقبلنا وتغشنا وعملنا وأظهرنا صفتنا لك السميع العليم تعالينا يا مولانا ورجعنا على المرحومين إنك السميع العليم تعالينا يا مولانا إنك التواب رحمنا ونفيها سبق اللهم تحكنا فيها سلام وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل يا